السلام عليكم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من فلسطين عبر قناة الرافدين. كيف يمكن تنقية الثقافة الإسلامية من الفكر اليهودي، ولا سيما فيما يتعلق بفلسطين المحتلة؟ كيف ورد العلو والسقوط الإسرائيلي في القرآن الكريم وفي العهد القديم؟ ما أسباب ومسوغات هذا العلو لليهود الصهاينة، وكيف يمكن التعجيل بسقوطهم؟ وفي زهرة المدائن، أمان عودة طبيبة من سلوان تعالج الآخرين وتعجز عن معالجة مشكلة منزلها المهدد بالهدم. كما تتابعون في ذاكرة فلسطين، كفر عقب لماذا يثور الفلسطيني، وكيف تصنع إسرائيل الجيتو. فتفضلوا بالبقاء معنا. الفدا البواسل سيشرق النهار. نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع، ترقبوا آتون أحرارا إلى الديار. نحن المناضلون من تحملوا المواجع، قلنا النهار راجع يزين الشوارع، ترقبوا أتونا أحرارا إلى الديار. الصابرون عزمهم يطاول السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرياء. الصابرون عزمهم يطاول السماء، جبينهم مرصع يفوح كبرياء. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى حلقة من فلسطين لهذا الأسبوع عبر قناة الرافدين. يقف المرء مدهوشا أمام هذا العلو الكبير لإسرائيل وأتباع الديانة اليهودية في العالم المعاصر. طغيان يصعب وصفه واستيعاب أسبابه ومسوغاته، سطو على الأرض والمياه وعلى البشر والحجر في فلسطين، وطرد لشعب كامل واقتلاع للناس من جذورها، هيمنة كاملة على محيط عربي وكيانات كنا نعتقد أنها قوية، تزوير للتاريخ والتراث ومصادرة للأرض والممتلكات، وسطو مدروس ومخطط للقدس والمقدسات. فما أسباب ذلك العلو، وما أسباب السقوط، كيف وردت في القرآن الكريم وفي العهد القديم من ناحية أخرى؟ هذا الموضوع نناقشه مع ضيفنا في هذا اليوم الدكتور عمر جعار، الأكاديمي الفلسطيني والباحث والمتخصص في الشؤون اليهودية والصهيونية. مرحبا بك معنا دكتور في هذه الحلقة. الله يفتح عليك يا عمر. دكتور، اسمح لنا أن نذهب لمتابعة التقرير سويا ثم نعود للنقاش بحول الله. على مر التاريخ لم تكن الثقافة الإسلامية بمعزل عن الفكر اليهودي، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث عكف المفكرون اليهود على تزوير الحقائق التاريخية وتدليس الواقع الفلسطيني من خلال اختلاق الأحداث والقصص التي باتت تعرف بالإسرائيليات، الأمر الذي دفع بعشرات المفكرين المسلمين لسنوات من الدراسة والتحليل للتاريخ الإسلامي كوسيلة من وسائل تنقيح الثقافة الإسلامية والوقوف على الحقائق وكشف الزيف اليهودي. لا يمكن في الوضع الحالي القدرة على تنقية الثقافة الإسلامية أو العربية من الإسرائيليات وما أدخل على
ثقافتنا من أمور محرفة تتعلق بالتاريخ أو حتى النظرة الدينية للاحتلال، لأن الوطن العربي والحالة الفلسطينية لا تسير ضمن إطار واحد يمكن أن تسيطر عليه. هناك أمور كثيرة لا يمكن السيطرة عليها، لأن الوطن العربي هناك دول مطبعة، هناك دول غير مطبعة، وكلها تعرقل عملية تنقية ثقافتنا العربية وتاريخنا بما يتعلق بالقضية الفلسطينية. القرآن الكريم ذكر اليهود مقترنين بصفتي العلو والفساد، وكلاهما يؤكدان حال بني إسرائيل واليهود كما هو اليوم في فلسطين عموما وفي القدس على وجه التحديد، فهو فساد وإفساد وعلو لكيانهم الغاشم علوا كبيرا، فقد شردوا مئات الآلاف من الشعب خارج أراضيهم وعاثوا في الأرض المقدسة فسادا وعلوا كبيرا، واغتصبوا الأرض وسفكوا الدماء ظلما وعلوا واستكبارا ليتحقق فيهم وعد الله عز وجل. المجتمع الفلسطيني وخاصة جيل الشباب يتأثر كثيرا ببعض التفسيرات الإسرائيلية لأحاديث وآيات في القرآن الكريم، ويتم الربط كثيرا بين نهاية إسرائيل ونهاية الكون وقيام الساعة، وأعتقد أن هناك تفسيرات كثيرة تفرق بين هذين المفهومين. بالفعل يمكن أن تنتهي إسرائيل ويمتد الزمن لقيام الساعة لآلاف السنين، نتيجة أن تفسير الأحاديث نسبي، وأن عمر الشعوب واقتراب الساعة بمعنى بالمفهوم الديني هي قد يصل إلى آلاف السنين وليس لأيام معدودة. كثير من المفسرين اجتهدوا وأشاروا إلى وقت زوال كيان العدو، غالبيتهم أجمعوا على أن أهم أسباب زوال كيان الاحتلال يأتي بعد علو الكيان علوا كبيرا بالتجبر والاستباحة والاستحلال الذي سينسيهم إحكام مفاصل كيانهم الداخلي، والذي سرعان ما أن ينهار بمجرد أن يأتي وعد الله واعتصام المسلمين في وجه العدو الصهيوني كافة لتحرير فلسطين. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، وهذا الموضوع المهم، إسرائيل من العلو الكبير إلى السقوط المدوي، وكيف ننقي الثقافة الإسلامية من الفكر اليهودي، موضوع في غاية الأهمية، سنتعرف إلى تفاصيله أكثر مع الدكتور عمر جعارة. مرحبا بك معنا دكتور مرة أخرى. حياكم الله. الله يسلمك. السؤال الأهم دكتور والأخطر في هذا التوقيت، حضرتك اشتغلت على عدة أبحاث متعلقة بهذا الموضوع، وجزء منها أبحاث مقارنة بين القرآن الكريم والعهد القديم، هو موضوع الثقافة الإسلامية وضرورة تنقية هذه الثقافة من الفكر اليهودي، كما جرى لدى المفسرين يعانون حتى هذه اللحظة من الإسرائيليات في كتب التفسير مع الأسف الشديد. ما ضرورة أن نبدأ فعليا بشكل منهجي علمي أكاديمي كما تفعل حضرتك بتنقية هذا التراث الإسلامي والفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية من الفكر اليهودي؟ لأن في كثير من الشعوب ما نجحت إلا بعد ثورات ثقافية كبيرة، ونحن عندنا مشكلة كبيرة أن الفكر اليهودي قد تسلل إلى ثقافتنا فأصبح من المسلمات، وهذه الحقيقة لا أدعيها إذا لم تكن قائمة على بحث وتوثيق علمي. لذلك هناك قضايا خطيرة يجب أن تسقط من ثقافتنا، وتسللت إلى كثير من مصادرنا ومصنفاتنا وتفاسيرنا، فهذا التسلل يجب أن يسأل كيف نجح هذه الأفكار الخاطئة أو هذه الأفكار اليهودية أن تأخذ هذه المكانة في ثقافتنا. نعم. واستطيع أن أضرب أمثلة كثيرة على ذلك. لا يزال فكرنا عن الأصباط فكر جدا مهشم. الأصباط في القرآن الكريم هو نبي شخص اسمه أصباط لا صلة له بسيدنا يعقوب، وهذه الفكرة ليسوا أصباط سيدنا يعقوب. نعم، لأن يقول جميع أصباط أولاد يعقوب. نعم. أو حتى أحفاد يعقوب. لأنه إذا قال أصباط بمعنى الحفيد فهو أبناؤه فليسوا أحفاده. نعم. وبالتالي عمموا من الأولاد إلى الأحفاد حتى يثبتوا صلة ما بين الأصباط وسيدنا يعقوب. نعم. وقد عالجنا هذا الموضوع ببحثنا المحكم الصادر من الجامعة الإسلامية في غزة، الأصباط في القرآن الكريم والعهد القديم، دراسة مقارنة. لغاية الآن لم أتلقى أي نقد على هذا البحث برغم من توفره على كل على كل المواقع الإلكترونية. محكم ومنشور بطبيعة. نعم. الحال محكم. تحدثت فيه حول هذه الفكرة أن. نعم. الأصباط المذكورين أو الذين يعني يذكر أن في الثقافة الإسلامية أنهم أبناء أو أحفاد سيدنا يعقوب ليسوا هم كذلك.
ابدا. الاسباط لا يعني السبط لا يعني الحفيد. تمام. وهذا فكر يعني مشبوه بكل المعاني. وربط الحفيد بالحسن والحسين ايضا هذا ليس كذلك، لان الحفيد في القران الكريم لا يعني السبط في القران الكريم لا يعني الحفيد. فمثلا وقطعناهم 12 اسباطا امما. اذا جاءت امما لتعبير اسباط، وجاءت أصبات بالجمع، وجاء الأمم جمع، ولذلك أصبح معنى الصبت هو الأمة. فإذا ذهبنا إلى قاموس كوجمان وهو باللغة العبرية فقلنا له ماذا معنى صبت، لقال لنا معناها العشيرة، القبيلة، الأمة، الجماعة، الشجرة كثيرة الأغصان. وإذا ذهبنا إلى الفراهيدي على سبيل ولا يقول أنا معناها حفيد أبدا، لا يوجد كلمة هذا حفيد في المعجم العبري، هذا في المعجم العبري. أما إذا ذهبنا إلى ابن منظور وذهبنا إلى القواميس العربية قال لنا الصبت هو المطر الغزير الواسع الكثير. وبالتالي معنى المعنى الحقيقي لكلمة صبت أمة، ولا تعني حفيد مطلقا. والأحفاد والأصبات في القرآن الكريم، لأن اللام هما هنا اللام الأصباط هو ليس لام التعريف، لأن أصل الأعلام لا تعرف. نعم. مثل ما لا أستطيع أن أقول الإسماعيل الإسحاق، وإنما قلنا الأصباط للتفخيم والتعظيم، مثل ما يصدر أحيانا نحن الحسين الأول. أنت دكتور إذن ذكرت مثالا على تأثر الثقافة الإسلامية بالفكر اليهودي، هذا نعم. مثال مهم جدا وعملت بحث بشأنه وهو منشور بإمكان الجميع مطالعته، ولم تصل تعليقات متعلقة بالموضوع. ونتمنى إن شاء الله أن يكون هناك حوار حقيقي طبعا من أجل إضافة طبعا. أو النقد أو التعديل. هنا أتوقف عند سؤال مهم وخطير، كما أن المفسرين يعانون الآن من الإسرائيليات في كتب التفسير، أيضا نحن نعاني في الثقافة الإسلامية من دخول الفكر اليهودي. كيف دخل وكيف لم نستطع حتى اليوم ونحن نتحدث عن قضية فلسطين، احتلال فلسطين، وكل حديثنا سيدور حول الموضوع في النهاية يخدم قضيتنا الفلسطينية، لم نكن أمام يعني عمل منظم أكاديمي بحثي لتنقية الثقافة الإسلامية حتى هذه اللحظة؟ كيف غزت أو غزا الفكر اليهودي ثقافتنا الإسلامية ولم نستطع حتى اليوم أن ننقيها؟ الآن كيف تسللت إلى ثقافتنا قضية مهمة، إما جهالة وإما شيء آخر. لكن الذي أريد أن أذكره، في صراع، ونحن نتكلم على أرض تركيا الآن، في صراع كان مستعصي ما بين الدولة العثمانية والقوات الإنجليزية والفرنسية. الإنجليز قد سربوا أحاديث نبوية متفق على نكرانها وشذوذها، وسربوها في كتاب البخاري، ونشروا هذا الكتاب بزمن عبد الحميد الثاني، وهذا ثابت في تاريخ الدولة العثمانية. فعندما قيل لعبد الحميد الثاني إنه هذا ليس البخاري إنما هذا مزيف، فجمع هذه النسخ وحرقها ونشر نسخة البخاري. ومع ذلك البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن داود، هؤلاء علماء عظام قاموا بتنقية الثقافة للأحاديث النبوية الشريفة، ومع ذلك قد يصيبون وقد يخطئون، لأننا لا يهمنا القائل يهمنا القول. وكذلك قد يكون هناك من يقول اعقدوا قولي على القرآن، ما تشابه القرآن فخذوه، ما لم يتشابه من القرآن فاتركوه. لا يعني هذا من إخلال السنة النبوية الشريفة كما يدعي الذين يتمسكون بهذا التقاليد. نعم. الذي هي عن وسميت في لغتهم العنعنة. نعم. ولذلك لا يهم من القائل ويهم من القول. نعم. تماما مثل القضاء في المحاكم، لا يهمه من الشاهد، ضابط كبير صغير، يهمه قوله ويهم مصداقية قوله. ولذلك يهمنا القول ولا يهمنا القائل. ماذا عن موضوعنا الثقافة الإسلامية والفكر اليهودي؟ هل هناك أمثلة أخرى؟ نعم، عندنا أمثلة كثيرة الذي أقوم بها الآن. فعلى سبيل المثال عندي الآن كتاب في الطباعة، وإن شاء الله سيكون أول النسخ المهداة تصل إلى قناة الرافدين، فقط ليس من أجل الشهرة حاشا لله، ولا من أجل الترقية الأكاديمية، وإنما من أجل النقد والإضافة والتعديل. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذا من أعظم المعجزات لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا هو أمي، لا يقرأ ولا يكتب ولا يقرأ
ما بيد اليهود ذات العدد الكبير حول المدينة المنورة، سواء كانوا بني قينقاع ولا النضير ولا قريظة ولا خيبر ولا وادي القرى ولا وادي العريض. هؤلاء كانوا عدد كبير من اليهود في حول المدينة المنورة، ولذلك هؤلاء سمعوا القرآن الكريم وكتبوا ما يريدون. لذلك هذه أدعي على أن أصفار العهد القديم كتبت من حول المدينة المنورة، وهذا الادعاء أتكلم ادعاء بحاجة إلى بحث علمي دقيق، لأن هذا في نفي على أن أصفار العهد القديم عمرها 4000 عام، ولذلك هذا هنا خطورة. ومع ذلك نستطيع أن نقول نحن لا نستطيع أن نقول عن سيدنا إسرائيل إلا مثل ما نقول عن سيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا إسرائيل عليهم الصلاة والسلام. نحن ضد اليهوديات في الثقافة الإسلامية وليس ضد الإسرائيليات، لأن بني إسرائيل ذكروا بالحمد بأكثر من موقع وذموا عندما انحرفوا، أما اليهودي فلم يذكر في القرآن الكريم إلا مذموما. لذلك اليهوديات هي المطلوب إسقاطها من الثقافة الإسلامية. من أين نحصل على هذه اليهوديات؟ فقط من منبعها الوحيد وهي أصفار العهد القديم. لذلك إذا تمكننا من إسقاط كل ما يتعلق بالفكر اليهودي النابع من أصفار العهد القديم، نكون أنجزنا إنجازات كبيرة هائلة، منها أي قضية تريدها. مثلا منها أن التوراة نزلت على سيدنا موسى كما ورد في أصفار العهد القديم، وسيدنا موسى كتابه هو الكتاب الوحيد الذي تم الاختلاف فيه حسب الآية من سورة القصص، وأتينا موسى الكتابة فاختلف فيه. وقد وردت هذه الآية مرة ثانية في سورة فصلت على ما أذكر. ولذلك إذن الخلاف الذي وقع فقط في الكتاب الذي نزع سيدنا موسى، واليهود يقولون التوراة نزل سيدنا موسى ورسول الله لا يقع ما بيدها من قراطيس، فأصبح القرآن الكريم من أعظم المعجزات التي هي أثبتت أنه لا خلاف عندنا إلا في كتاب سيدنا موسى. حيث يقول أن التوراة ما نزلت عليه، أو أن التوراة هي الألواح، هي الصحف، هي الفرقان، هي كذا. لأسماء ما نزل على سيدنا موسى من كتاب. طيب دكتور، الآن احنا حتى يكون المشاهد يعني تماما أمام ما نريد، الفكرة التي نريد إيصالها، أنت الآن تبحث في هذا الموضوع في دراسات مقارنة، لا تبحث في مجال واحد، بمعنى أنك لا تتعمق كثيرا في القرآن الكريم وتترك ما ذكر في نفس القضية في العهد القديم، إنما تأتي ما قيل في القرآن الكريم وما قيل في العهد القديم، وتقوم بحالة عملية النقد البحثي حتى تصل إلى استخلاصات في موضوع كتب اليهود بشكل عام. احنا بنسمع ان هناك كتبا كثيره لليهود، لو سالت اي شخص حتى من المتخصصين الان سيقول لك هناك التوراه وهناك العهد القديم واشياء كثيره جدا من كتب اليهود. ما هي اهم كتب اليهود الان الموجوده، وكيف نستطيع ان ننقد الروايه اليهوديه من خلال هذه الكتب؟ الان المنبع الوحيد للفكر اليهودي هي اصفار العهد القديم. نعم، فاذا ذهبنا الى الكتاب التوراه، ما في صلة ما بين اليهود والتوراة مطلقا، بدليل الآية القرآنية زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لليهود من حول المدينة وهم يهود عرب، فقال لهم فأتوا في التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فلم يفعلوا. طب خلينا قبل ما هاي النقطة دكتور، معلش للمقاطعة، خلينا نفرق بين بني إسرائيل أو بنو إسرائيل، اليهود الذين هادوا واليهود. هذه المصطلحات دعنا نعرفها للمشاهد حتى يفهم عن ماذا نتحدث بالضبط. اليهود ليسوا الذين هادوا. نعم. ونحن مهديين. فئة أخرى. نعم. نحن مهديين معناه يهود. قالوا إن هدنا إليك أي اهتدينا، وكل مهتدي معناه يهودي لا يمكن. نعم. أو هود يهودي اللي هو أساس كلمة هاد. نعم. هود إلى آخره، حاشا لله. فاليهودي هو الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل، ولذلك الطائفة التي زيفت وكتبت الكتاب بأيديهم ثم قالوا هذا من عند الله. كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا هذه طورة، كتبوا الكتاب بأيديهم ثم قالوا من عند الله، وما هي من عند الله وما هي طورة؟ هؤلاء اليهود. هؤلاء الذين هادوا. الذين هادوا نحن الذين هادوا. تبعوا طريق الهداية. خذ الآية القرآنية الكريمة. آمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. برغم منهم
بني إسرائيل طائفة كفرت، لاحظ طائفة آمنت من بني إسرائيل وطائفة كفرت من بني إسرائيل، فأصبحوا أعداء للطائفة المؤمنة المسلمة من بني إسرائيل، فأيض الله المسلمين المؤمنين الإسرائيليين، لاحظ المصريين. وسوف إذا كان معنا وقت نتكلم على ذلك حتى نفهم حقيقة بني إسرائيل. وأيدهم الله على عدوهم اللي هن إيش؟ الطائفة التي كفرت من بني إسرائيل وكل كافر آخر. نعم. إذن المسألة، بنو إسرائيل أنفسهم من هم؟ بني إسرائيل هم أولاً، القرآن الكريم يؤكد لنا أن القانون القرآني والقانون الرباني ومنة الله ورحمة الله على البشرية أن لكل أمة رسول ولكل قوم هاد، ولا يمكن يكون هناك أمة بلا رسول، ولا يمكن يكون هناك قوم بلا هاد. حتى ملائكة العذاب في جهنم يسألوا ألم يأتكم رسل من أنفسكم يتلون عليكم آياتكم، فقالوا بلى جاءنا ولكن ما أسلمنا. إذن ما في أمة بدون كتاب، ما في أمة بدون رسول، وكذلك ينطبق على بني إسرائيل. إسرائيل نبي وواضح، وليست كلمة عبرية. أنا أوجه كلامي لكل المفسرين، هذه نقطة مهمة. نعم، المفسرون أجمعوا على أن إسرائيل كلمة عبرية. إسرائيل ليست كلمة عبرية، وإنما هي كلمة وتسمية مثل إسماعيل، نفس المقطع، نفس الحروف، نفس الوزن، نفس الإيقاع، إسماعيل إسحاق، وبالتالي إسماعيل إسحاق. هذا إذا كان إسرائيل اسما عبريا فإن إسماعيل كلمة عبرية. نعم. لا أحد يستطيع أن يرفض ذلك. إذن العبرية ليس إسرائيل ليست كلمة عبرية، بما أن إسماعيل ليست كلمة عبرية. وإذا افترضنا أن إسرائيل كلمة عبرية فإن إسماعيل سيكون كلمة عبرية شئنا أم أبينا، وكذلك ميكائيل سيكون كلمة عبرية الذي وردت في القرآن الكريم. مع ذلك، ما هي لغة سيدنا إسرائيل؟ هي لغة القوم الذي هو منه. طيب أين هي ديار في القرآن الكريم؟ أين هي ديار بني إسرائيل؟ القطر المصري. فعندما قالوا ألم ترى إلى الملأ من بعد موسى، خلصنا من موسى، ألم ترى إلى الملأ من بعد موسى إذ قالوا نبيا لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال عسى أن كتب عليكم القتال لا تقاتلوا. هم الذين قالوا لسيدنا موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. نعم. ولذلك تبرأ سيدنا موسى منهم وقال لله سبحانه ربي لا أملك إلا نفسي وأخي. إذن لا يملك أحدا مسلما ولا مهديا ولا حبرا ولا ربانيا، مثل الآية القرآنية التي تقول إن أنزلنا التوراة هدى ونور يحكم بها النبيون، فيها من أسلم وفيها من اهتدى وفيها من أصبح ربانيا. نعم. وفيها من أصبح حبرا. نعم. إذن هؤلاء الأصناف مش موجودين بقوم موسى أصلا. لذلك سيدنا موسى لا علاقة له بالتوراة، وهو ليس إسرائيلي لأنه من ذرية سيدنا إبراهيم طبقا للآية 130 من سورة الأنعام. اليوم دكتور، ما أهمية أن نتعمق في هذا البحث المتعلق بالقضايا التي تتفضل بها في صراعنا مع الاحتلال الصهيوني؟ إسقاط الفكر اليهودي هو السلاح الأيديولوجي الذي يجمع الناس، فالبندقية لوحدها بدون أيديولوجية تصبح أقل من مرتزق، ولذلك البندقية إذا التقت مع الفكر والأيديولوجية يصبح هنا الأمر خطير جدا. لذلك تمكن اليهود مش فقط من تسلل الفكر اليهودي إلى تغيير إلى بعض مصادرنا ومصنفاتنا مثل المفسرين على سبيل المثال بلا استثناء، عندما يعتبرون أن سيدنا موسى أول أنبياء بني إسرائيل كما ورد في العهد القديم، فهو في العهد القديم ورد النص التالي: وكان موسى النبي الفريد ولا يوجد نبي مثله لبني إسرائيل. والحقيقة أن أول نبي لبني إسرائيل هو سيدنا إسرائيل، بنص من القرآن الكريم. إسرائيل وبني إسرائيل ذكروا بالقرآن الكريم 42 مرة، مرتين منفردات سيدنا إسرائيل والباقي بني إسرائيل، يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل. علما يا بني آدم لم تذكر في القرآن الكريم إلا 18 مرة، بينما ذكرت بني إسرائيل في القرآن الكريم 42 مرة، منهم 2 إسرائيل منفرد، ومع ذلك ينكرون هذا التاريخ ويعتبرون يعقوب إسرائيل وإسرائيل يعقوب كما ورد بإجماع المفسرين. مهم جدا هذا الموضوع. فضل. إسرائيل هو يعقوب ويعقوب هو إسرائيل، بين الرواية في العهد القديم في أسفار العهد القديم وبين الرواية في الإسلام أو في القرآن الكريم،
ماذا تقول في هذا الموضوع؟ أولا، ورد في أصفار العهد القديم لكل مختص يتبع كلامنا وخاصة بموقع الأنبا تكلا هيمانوت والذي له موقع إلكتروني كبير يستطيع أن باللغة العربية؟ لا، باللغة العربية. باللغة العربية نعم. يستطيعون أن يذهبوا إليه. لقد ورد يعقوب إسرائيل وإسرائيل يعقوب في أصفار العهد 86 مرة بأسلوب خرافي، بأن يعقوب قد صارع الله، يعقوب قد صارع ملاك الله. وسواء كان ملاك الله، فالله لا يرسل ملاكا ضعيفا، وانه فقول لقد صارعت الله والناس وقدرت. ولذلك سب المكان الذي تمت به المصارعه بنائيل، اي واجهت الله وجها لوجه. اذا كان هذا هو معنى الكلمه اسرائيل. بنائيل المكان اسمه بنائيل بنين. لا، معنى كلمة وجه. إسرائيل هي الذي صارع الله، الكلمة نفسها. نعم، هو باللغة العربية اعتبروها هي كلمة عبرية. إسرائيل ليست كلمة عبرية، وإنما هي كلمة لغة الفرعون. فإذا كانت الفرعون المعاصر لسيدنا موسى يتكلم العبرية، فإن إسرائيل كلمة عبرية. لأنه ماذا قال سيدنا موسى للعين فرعون؟ قال له أرسل معي بني إسرائيل. إذن بني إسرائيل مالهم؟ جزء لا يتجزأ من الديار المصرية. وآية ثانية بسورة القصص، إن نحن نطلع عليك من نبأ موسى وهارون، من نبأ موسى وفرعون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يقتل أبنائهم. من الذي قتل في القرآن أبنائهم واستحيى نساءهم؟ هم بني إسرائيل. إذن هم طائفة وجزء وشيعة من شعب مصر. أنا هذه الآية أستطيع أن أناشد كل العلماء من خلال صوتكم الكريم على أن نثبت أن الديار هنا هي مصر، لأن بني إسرائيل لم يخرجوا من مصر إلا بقيادة سيدنا موسى، ولم يخرجوا من مصر قبل قيادة موسى. لذلك بأربع مواقع في القرآن الكريم طالب سيدنا موسى الفرعون اللعين الذي هو والده الغير بيولوجي والذي تربى في بيته ويتكلم لغته، ومن أطلق عليه اسم موسى هو الفرعون نفسه، لأنه كان رضيعا ولا اسم له. ومع ذلك إن بني إسرائيل هم مصريين. ماذا تريد من وراء إثبات هذه النقطة؟ أريد أن أثبت أن السنة الربانية لا توجد أمة بدون رسول، ولا يوجد قوم بدون هادي، والأنبياء والرسل ملك للأمم والأقوام في زوايا الأرض الأربعة. فهي ليست حكرا فقط على منطقة الشرق الأوسط، ولكن القرآن الكريم ذكر لنا من الأنبياء ما ذكر، وقال هناك أنبياء كثر لم يذكروا. لذلك الرسالة والنبوة والإسلام وملك للجنس البشري من ضمن لغاتهم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرسل نبيا إلا بلسان قومه، وأرسلنا سيدنا محمد بلسانه أي باللغة العربية ليبين لله. وكذلك في سورة إبراهيم رقم 4. تعرف دكتور حضرتك، إحنا بنشوف الآن في بعض الدراسات تكلمت، هل طبعا إحنا الآن صار عندنا يعني استيعاب أكبر للقضية، إنه حتى أن اليهود هم الذين ضلوا من بني إسرائيل. اليوم بيتم الحديث أو بيتم السؤال، هل من هم موجودين الآن هم من أصول يهودية في أرض فلسطين؟ ولماذا يسمون دولتهم بإسرائيل؟ وهل هذا الصراع الملتبس الآن هو جزء منه صراع ديني حول الرواية الدينية في فلسطين؟ الآن إسرائيل هي دولة لاهوتية برموزها، باسمها، بأسماء جيشها، بجغرافيتها. نعم. لنا بحث اسمها الجغرافية الفلسطينية إلى أين، أوراق علمية في مؤتمر علمي في جامعة النجاح. الآن الجغرافية الفلسطينية إلى أين؟ يستطيع أي أخ الدكتور عمر جعرة الجغرافية الفلسطينية إلى أين، ويستطيع أن يحصل على هذه الأوراق العلمية. الآن الإسرائيليون ما في مشكلة معنا مع المسلمين المؤمنين الإسرائيليين. فمثلا عندما ضرب لنا تحرير فلسطين بالكفاح المسلح الذي قاده سيدنا طالوت، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل؟ الملأ من بني إسرائيل، علية بني إسرائيل، أشراف بني إسرائيل، خلينا بلغة اليوم الانتليجنس بالمجتمع. ألم تر إلى الملأ؟ علما كلمة ملأ في القرآن الكريم لم تظهر مع الأقوام إلا للشر. دقق،
وأنا أقول للعلماء لأقسام الشريعة في الجامعات، كلمة بلأ في القرآن الكريم لم تظهر إلا للقتل والطرد والرجم، بينما كلمة الملأ في بني إسرائيل ظهرت فقط من أجل القتال في سبيل الله. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا النبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ هذا الرجل، فقالوا طالوت، عشان لا أخذش من وقته، فهذا طالوت ليس يشوع بن نون كما هو شائع في العهد القديم. نعم. إن تحطيم فكرة يشوع بن نون والذي انتشرت في ثقافتنا حتى كادوا أن ينسوا أنه نبيا كما يقول كثير من التقليديين، وأستطيع أن أقول أسأل الله ألا أتجاوز حد الأخلاقي أو العلمي، أستطيع أن أقول جهالة ما بعدها جهالة، أن نعتبر يشوع بن نون في السفر السادس من أسفار العهد القديم أنه هو طالوت الذي كان من جده سيدنا داود، والذي تمكن من قتل قائد القوم الجبارين اللي هو جالوت، وسقط النظام القوم الجبارين، ولم يقم طالوت بإبادة السكان كما فعل يشوع بن نون بأريحة وبعاي وبجازر وبمقيدة، قتل الصغير قبل الكبير والمرأة قبل الذكر والصغير قبل حتى البهائم ضربها بحد السيف، اضرب بحد السيف كل كبيرة وكل صغيرة وكل امرأة، لا تترك فيها شاردة، لا تترك بها نسمة. أين هذه الإبادة الجماعية من أخلاق طالوت هذا الرجل الذي كلفه الله أن يكون ملكا للمسلمين المؤمنين الإسرائيليين المصريين الذين قادهم، ومر بثلاث مواقع بثلاث محطات تثبت الإيمان العظيم؟ بحق من نزلت في القرآن الكريم؟ كم من فئة قليلة غلبت بحق سيدنا طالوت؟ ولذلك في كثير من المؤرخين العظماء الذين قارنوا نصر طالوت على القوم الجبارين بنصر سيدنا محمد في معركة بدر. نعم. على القوم الجبارين العرب. إذن المسألة هنا أن لا يجوز أن أجعل مكان ليشوع بن نون. وعندك قصة طالوت بالتفصيل من آية 246 حتى 251 من سورة البقرة، تستطيع أن تقاها بالتمعن ولا يستطيع أحد أن يحرفك عن ذلك. فالادعاء على أن إسرائيل كلمة عبرية والتوراة كلمة عبرية والإنجيل كلمة سريانية أو عبرية، كل هذا غير صحيح. هذه كلمات من لغة القوم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسل من رسولين إلا بلسان قومه. نعم. فطلعوا لنا ناس متحذلقين يقول بلسان قومه، يعني ليس بلغات قومه. من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ ليبين لهم بلغتهم. ولذلك حتى لا يكون للناس على الله حجة من بعض الرسل، لذلك أرسلهم من قومهم، وبعض القرى أرسل لهم ثلاثة أنبياء ثلاث مرسلين. نعم. كما في مطلع سورة ياسين. لذلك لا يرسل الله الأنبياء بالجملة إلا ما نظر إلا هذه القرية. لذلك النبوة والرسالة والإسلام ينزله الله مثل ما وعد سيدنا آدم عندما أهبطه من الجنة فقال له إما يأتينكم هدى مني، يعني اللي بيجي هدى منه، فمن اهتدى فمن أسلم فلا خوف عليه ولا هم يحزنون. دكتور، لديكم أيضا، إحنا تعرف الأحاديث اللي طرأت مؤخرا مع موضوع التطبيع العربي، حتى كان في تطبيع ديني بين قوسين انه في مساجد تبنى وكنس وكذا، طرح موضوع الاقصى واصبحت تسمع اصوات مؤسفه جدا تتكلم انه الاقصى ليس هو الاقصى الموجود، المكان الموجود في فلسطين موجود في مكان اخر في منطقه اسمها الجعرانه. ولديكم بحث محكم ايضا وعنوانه الاقصى في القران الكريم والهيكل في العهد القديم، وهذا البحث مهم جدا، انا قرات جزءا منه قبل فتره عندما ارسلته لكن ساكمله ان شاء الله، وهو موضوع مهم جدا خاصة الآن بينما يذكر في القرآن الكريم حول الأقصى وبينما يذكر في العهد القديم حول الهيكل. الآن ما يذكر في القرآن بالأقصى نستطيع أن نقول ما يلي، وأنا يعني ليس من باب التحدي وإنما أنا أناشد الباحثين والمختصين في أقسام التاريخ والشريعة تحديدا أن يدرسوا أفكارنا وينظروا أهميتها. إسرائيل عندها جماعة اسمها لهافا، وعندها جماعة اسمها العظمة اليهودية، وعندها جماعة اسمها فاميلي، وعندها جماعة اسمها الشباب الثائرة. نعم. أو شباب الهضاب. كل هؤلاء مثقفين ثقافة لاهوتية كهنوتية 100%، ما ورد في العهد القديم هو ديدنهم وهو شعارهم. حتى أضرب مثل للسامعين، استبيان في الشاشة الإسرائيلية،
على أن أطفال ما بين 10 إلى 12 سنة. 12 سنة طفل 12 سنة فسئل هذا الاستبيان لألف طفل. نعم. فسئل هل إذا دخل جيش الدفاع الإسرائيلي قرية فلسطينية هل يفعل بها ما فعل يشوع بن نون؟ فكان الإجابة 80% نعم، يعني الطفل بيطلب بالإبادة الجماعية فأن لا يترك بها شاردة. والمختصين يفهمون ويفهمون دقة ما أقول. وردت لا تترك بها شاردة، لا تترك بها نفسا، وردت أكثر من مرة، وبالذات بسفر يشوع بن نون السفر السادس من أسفار العهد القديم. حتى عندنا آية وقال رجلان، على سبيل المثال قال رجلان ادخلوا عليهم الباب إلى آخره، قالوا هذا الرجلين هم يشوع بن نون وكالب ابن يفنة، اسمين من العهد القديم. تبقى لما ورد بالعهد القديم. القرآن قال لك رجلين، لو بحاجة أن يقول اسمين لكان ذكر أسمائهما، لماذا لا تقول رجلين كما قال القرآن الكريم؟ وتقول رواية العهد القديم، لماذا تقول رواية سارة وهاجر الذي انتشرت مثل النار في الهشيم؟ والقرآن الكريم لم يذكر اسم امرأة إلا أعظم امرأة في الجنس البشري منذ آدم حتى سيدنا محمد اللي هي أمنا مريم. لماذا لا يذكر المرأة الذي زوجها الله لسيدنا محمد اللي هي فلما قضى زيد منها وطرا فلم يقل اسمها؟ فلماذا تذهبون إلى سارة وهاجر وتأتون ما ورد في أسفار العهد القديم؟ ألا يوجد عندنا في مصادرنا الإسلامية ذكرا للأسماء؟ أبدا، هي القرآن الكريم فقط، هذه تأتي من العهد القديم طبعا للأسف. أنا ألغى حواء وقال الله يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، قلنا لكم لا تأكلا من هذه الشجرة مثنى، فأكلا منها مثنى، قلنا اهبطا منها مثنى، فقاموا جابوا لنا الحية فصارت جميع. ومنهم ايش خصلوا شغلها الحية من العهد القديم؟ أعطيني واحد بالمفسرين ما جابش الحية. طيب ما هو لما خاطبهم بالجمع الله اهبطوا منها جميعا بالجميع، ما معهم الشيطان، ما كمان الشيطان الذي لم يسجد لسيدنا آدم، وكان هذا هو بداية التكليف لعالم الجن كما بداية التكليف للعالم الإنس هو الأكل من الشجرة وعدم الأكل. نعم. من الشجرة. نعود للمسجد الأقصى دكتور. نعم، المسجد الأقصى عندنا حجتين بسيطات لا يستطيع أي أحد أن ينتقدهم، وحتى لو كان عندنا بحث علمي لكل مصادر الجامعات الأوروبية لا يستطيع أحد أن يرفض كلامنا. مثلا الآن نبدأ من سيدنا إبراهيم، ونجيناه لسيدنا إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين اللي هي فلسطين. لا يوجد في الكرة الأرضية أماكن مقدسة ومباركة إلا ثلاث. مرة ثانية أيها المسلمون الشرفاء، لا يوجد في الكرة الأرضية أماكن مقدسة إلا ثلاث، لا يوجد رابع ولا خامس: البيت العتيق في الوادي غير ذي زرع، المسجد الأقصى، والوادي المقدس طوى. انظر عظمة الإسلام عن سيدنا موسى الذي ذكر في القرآن لأكثر من 130 مرة، ولذلك هذا الذكر لسيدنا موسى من عظمة تجربته من أجل إسقاط نظام قوي متين مثل الفرعون المعاصر لسيدنا موسى. الآن أنا نعم، لذلك اختار اليهود أن يكون هو نبيهم الأول. نعم، لأنه ذكر به. نعم، لهذا دليل على جهلهم. نعم. برغم من إتقانهم اللغة العربية، وربما دليل على ما أشرت إليه في البداية أنه العهد القديم كتب في فترة متأخرة ربما. نعم، هذا يحتاج إلى يعني بحث يحتاج علمي. بحث علمي. تمام. نعم، أنا أوعد من خلالكم أن أقوم ببحث علمي تحت عنوان زمن كتابة أسفار العهد القديم. تمام. وإن شاء الله نرجو الله من التوفيق، لأنني لا أعتمد إلا على ما ورد في أسفار العهد القديم والقرآن الكريم، ولذلك يكون عندنا دقة علمية فيها. الآن نتكلم عن الموضوع. نعم. نتكلم عن الأقصى تحديدا. نعم. حجة واحدة لا أريد أن نزيد، عندنا 10 حجج. نعم، عندنا حجج، لكن أنا كمسلم ما بدي أتكلم كمسلم، كباحث. ورد في القرآن الكريم ونجيناه أي سيدنا إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، لذلك أكدنا لا يوجد أماكن مقدسة في الكرة الأرضية إلا البيت العتيق والمسجد الأقصى والوادي المقدس طوى. وين هذا؟ الوادي المقدس طوى بشبه جزيرة سيناء. نعم. بعدما خرج سيدنا موسى
من سيناء، والوادي المقدس طوى تكلم معه الله سبحانه وتعالى، الله تكلم مع سيدنا موسى في القرآن الكريم 3 مرات. المرة الأولى عندما خدم من 8 إلى 10 سنين عند الرجل الصالح من مدين، وزوجه بنته، والآن بنته في العهد القديم زوجة موسى اسمها صفورة. منين نجيب صفورة؟ ولا زوجات إبراهيم سارة وهاجر؟ لا يوجد عندنا أسماء مطلقة للإناث. ليس ذلك، وإنما هذا حرمة لهم وعظمة لهم، وليس فقط عند المسلمين. وتقصد دكتور أن الأخذ بهذه الأسماء يعني التأثر بأسفار العهد القديم 100% قولا واحدا؟ لا، وضرب الله مثلا امرأة نوح، وضرب الله مثلا امرأة لوط، طب وضرب الله مثلا امرأة فرعون، والله سبحانه وتعالى زوج سيدة محمد امرأة زيد بعدما قضى منها وطرا. الآن ما في عندي أسماء. نعود دكتور إلى الأقصى لو سمحت. الأقصى، ونجيناه أي سيدنا إبراهيم ولوط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. لماذا نريد، لا تأخذنيش على العودة، لماذا أريد أن أثبت أنه لا يوجد في الكرة الأرضية أماكن مقدسة إلا 3؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد عندي أماكن مقدسة أخرى إلا البيت العتيق والمسجد الأقصى والوادي المقدس طوى. يعني أنا أوجه كلامي لكل الأخوة في الوطن العربي، يعني لا كربلاء ولا نجف ولا المسجد النبوي الشريف أبدا، لا أقلل من القيمة أبدا، ولكن هذه ليست أماكن مقدسة كما ورد في القرآن الكريم، والأصل عندنا القرآن الكريم. أما التفاسير وقد تكون وجهة نظري أيضا من التفاسير غير صحيحة أو غير كذا، لكن نستسلم للنص القرآني على أن نثبت مصداقية السنة النبوية الصحيحة. ولذلك لا يهمنا القائل ويهمنا القول. الآن نذهب إلى الآية الكريمة، ونجيناه ونجيناه أي سيدنا إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. إذن بماذا بوركت فلسطين؟ بوركت بالمسجد الأقصى. بماذا بورك الوادي غير ذي زرع؟ بورك في البيت الأول للجنس البشري. إذن التبريك في المسجد الأقصى. إذن المسجد الأقصى قبل سيدنا إبراهيم بنص من القرآن الكريم. الآن لو ذهبنا إليهم، من الذي بنى هيكلكم؟ سليمان. وبنى في سفر الملوك الأول، سليمان هو الذي بنى الهيكل. من قبل من؟ من قبل من؟ صحيح. إذا ثبت أن سيدنا إبراهيم قبل سيدنا سليمان، سيدنا سليمان في القرآن الكريم. أما سليمان الأصفر العديم فهو قاتل ومجرم ووثني ويعبد الأصنام والأوثان ومتزوج 700 زوجة و300 سرية، والله عاقبه بأن يمزق مملكته بعد وفاته. لماذا؟ لأنه عبد الأوثان والأصنام، وحاشا لله أن يكون نبيا يعبد صنما ووثنا. لذلك النبوة في أصفار العهد القديم متدنية جدا، أما النبوة في القرآن الكريم فهي في قمة النماذج البشرية. دكتور أخيرا، لذلك القديم لا يحل محل الجديد. محل الجديد بلا شك. دكتور، قضية العلو، العلو والسقوط، يعني باختصار شديد جدا، ما نحول هذا الموضوع؟ العلو الأول، العلو الأول، وإذ قال موسى لقومه، لحظة، العلو الأول في القرآن الكريم، ونرجو الله أن يرزقنا علماء يوجهوننا، آمين، ينتقدوننا، يضيفون علينا، أو يضيف عليهم. العلو الأول، وإذ قال موسى لقومه، أين قال سيدنا موسى؟ بعدما خرج من مصر، وبعدما اجتاز البحر، وبعدما غرق الفرعون وجيشه. إذن قال سيدنا موسى لقومه، من قوم الآن هم؟ كم أسلم من قوم موسى؟ ذرية. وما أسلم من قوم موسى إلا ذرية، يعني الجماعة اللي أسلموا من قومه تماما مثل الجماعة اللي أسلموا مع سيدنا لوط، ومثل الجماعة اللي أسلموا مع سيدنا نوح. إذن القلة، وهذا مهمة جدا بالفكر تبعنا. إذن وإذ قال موسى لقومه، يا قومي، العلو الأول، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. هذا العلو الأول. أين هذا؟ على الأرض المصرية، لأن بني إسرائيل لم يخرجوا من مصر طيلة حياتهم إلا بقيادة سيدنا موسى، وقبل ذلك من سيدنا إسرائيل لسيدنا موسى في أنبياء، واذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يأتي أحدنا. هذا العلو أول على الأرض المصرية. والسقوط متى كان؟
على الأرض المصرية. تمام. الثاني بسرعة لأنه ما معنا وقت. نعم. العلو واحد. الثاني العلو الثاني وإذ قال سيدنا سليمان ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. سيدنا سليمان ليس إسرائيلي كما أن سيدنا موسى ليس إسرائيلي وإنما هما سيدنا موسى وسيدنا سليمان من ذرية سيدنا إبراهيم طبقا للآية 130 من سورة الأنعام. إذن هذا العلو الثاني الذي نعم. هو كان على الأرض الفلسطينية نعم. أما العلو الأول كان على الأرض المصرية وسقط على الأرض المصرية نعم. والعلو الثاني على الأرض الفلسطينية وسقط على الأرض الفلسطينية نعم. ليس نبوخذ نصر وليس تيطس. تمام دكتور جميل جدا. يعني هذا الموضوع بحتاج لتفصيل أكثر لكن للأسف الوقت انتهى لا أعرف كيف انتهى والله. يعني كنت قد أعددت فقرتين يعني فيديوهين للعرض لكن لم نعرضهم. على كل الأحوال شكرا دكتور. نذهب وإياكم إلى زهرة المدائن والطبيبة أماني عودة من سلوان حيث مشكلات ما بعدها مشكلات فيما يتعلق بالهدم والتهجير. قضيتنا احنا موجوده في حي البستان من 2005 هي ليست قضيه جديده. احنا اليوم في 2021 فقط تعاد اثاره القضايا والمحاكم اللي موجوده. قضيتنا تكمن في انه في 2005 تم توزيع قرارات هدم اداري على ما يقارب ال 124 بيت اللي موجودين في الحي ما يقارب ال 1500 شخص بسكنوا هاي البيوت. البيت الواحد ممكن يحتوي على عائلتين وثلاثة وأربعة لأنه الإشي الطبيعي إنه الإنسان لما بتزوج بيكون في أولاده لما يكبروا حيكون في توسع طبيعي وهذا بالضبط اللي عم بصير في أحياء سلوان. أنا وعائلتي معانا لنهاية شهر 6 حتى نقوم بالهدم الذاتي لبيتنا. طبعا هذا القرار مش لبيتي لوحده وإنما في معي كمان 19 عائلة تانية. قضية البيوت الموجودة في هاي المنطقة قضية سياسية مش مثل ما هم بيدعوا قضية تراخيص أو قضية ملكيات قديمة ليهود. في سلوان اليوم لما بتحكي عن 12 حي، ال 12 حي في 6 أحياء منهم مهددة يا إما بالهدم يا إما بالإخلاء ما بين وادي حلوة لحي البستان لحي بطن الهوى لوادي الربابة لوادي يصول لعين اللوزة. إحنا بنحكي عن أحياء كاملة بيطلبوا من أهاليها إنهم يهدموا بيوتهم أو يطلعوا من بيوتهم لأي سبب من الأسباب وبصادروا الأراضي الموجودة. فإحنا اليوم أمام قضية تطهير عرقي كامل للناس اللي موجودين في المنطقة هون. وجودنا في أحيائنا هو وجود واجب علينا. يعني إحنا لو إنا بدنا نبحث عن البديل مثل ما الكل بيسألنا أو لو هم بدهم يعوضونا في البديل البدائل مطروحة ولكن إحنا نرفض نترك سلوان لأنه إحنا بنعرف إنه واجبنا اليوم إنه إحنا نكون في أحيائنا ثابتين. حتى لو أجوا هدموا هاي البيوت على روسنا إحنا شعارنا في كل المراحل كان خيمة ولو في القدس وإحنا متمسكين في أحقيتنا في أرضنا وأحقيتنا في إنه يكون لنا بيوت آمنة بعيد عن أي مشاكل بيوجدها الاحتلال حتى يتخلص منا كوجود عربي داخل مدينة القدس. قضية وجود الفلسطيني داخل القدس هي قضية محورية. الجميع مسؤول عما يحصل داخل القدس مش أهل القدس وحدهم وإنما اليوم أي فعالية موجهة من الخارج أو من الداخل وأي توثيق بتم سواء في خارج البلد أو من داخل البلد هو رفع في رصيد المقدسي داخل القدس وشراء زمن للمقدسي في القدس. والآن ننتقل بكم إلى ذاكرة فلسطين. كفر عقب لماذا يثور الفلسطيني وكيف تصنع إسرائيل الجيتو.
لم يكن مشهد انقضاض مئات من أهالي بلدة كفر عقب المقدسية لإزالة تجهيزات وضعها الاحتلال في موقع منازلهم التي جرفها إلا إعلاناً واضحاً وصريحاً: كفر عقب تثور وتلحق بالشيخ جراح. كفر عقب، لماذا يغضب الفلسطيني؟ وكيف تصنع إسرائيل الجيتو؟ حتى بداية الألفية الثانية كانت كفر عقب أشبه بضاحية راقية للقدس قبل أن يعزلها الاحتلال عن القدس بالجدار العازل ويصعد من سياساته الهادفة لتهجير السكان، الأمر الذي حول كفر عقب لمنطقة محرمة تتبع إداريا لبلدية الاحتلال في القدس ويعزلها الجدار عن المدينة. لا يمارس الاحتلال فيها إلا العقاب والهدم التجريف وجباية الضرائب. وبموجب اتفاقيات أوسلو تعتبر منطقة جيم، إلا أن السلطة الفلسطينية ممنوعة من ممارسة أي دور فيها ليفاقم الفراغ الأمني في البلدة المخاطر التي تهددها بجانب الاختناق بالزيادة السكانية. استقطب وضع كفر عقب عشرات الأزواج الذين يحمل أحدهما هوية القدس فيما حرم الاحتلال الآخر منها، ومع حلول العام 2020 بات عدد سكان البلدة يتجاوز 14,000 نسمة يعيشون في مساحة لا تتجاوز 6 كيلومترات مربعة. لم يصمم الجدار العازل فقط للاستيلاء على الأرض، بل أيضا للتخلص من السكان الفلسطينيين وحشرهم في كانتونات ضيقة وإحاطتهم بكل أنواع الضغوطات. لكن الفلسطيني في انفجاره وغضبه عادة ما يعرف طريقه جيدا. في ربيع 2021 جاء اشتعال الغضب في كفر عقب امتدادا لصمود حي الشيخ جراح وذراعا ممتدا صوب أم الفحم المنتفضة، وتذكيرا بهوية فلسطين الواحدة وشجاعة شعبها الثائر. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين. شكرا لكم على طيب المتابعة، شكرا لك دكتور، وتذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم.